ممكن لا يؤمن كده قبل ياسين منك بعد يطقولا ستيرا منك اويو زين ودم فنيزو ان يا دي امسوي شمال منك هذه يوم جنا اويون دي فنيزو بعد دي وين دي وزيره كتنا كتي فنزاو رسوله ورسول الله في النكاح النكاح يتقواي نمانا اويو ومكركنبا حكم يا نكاح ايو لما نقولو مكر كنيبا نجساي ما نقولو حمد لا مكروت يوم يا زنا ما نقولو نجساي حكم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مين بايا زنا منامك مين باي ذا زنا كرولوا نكاحه صحه ام وهي صحه بل مين بايشي وان دا حلال دا مبلم للسيرو نكاها يا حلال مكو لا سلا يا حاملا مكو نكاها بي هي سي سابق مكر كعده يا مولي يوم شو يكوزار هسي لكن او يوتا مكر كعده تامو كمبلي شنغوني اسات تكيرو مين بايا الزنا بمذاهب زي مخلاف لكن مذهبيتو الشافعي اشتقو ديروسي مذهبيتو الشافعي نكاها وفنغمانا مين بايا الزنا ما دام سوى عدة سوى مرو يا مجد نكاحه صحة ولكن نكاحه صحة من أي سوى كم رأيه من أي بحرام أخادر قواني وابايه حتى يجب نورا من كوازنا تزلوانا من أي سوى فهمشه وانا وقوان باكو وفهمشه وترامبوزه قوان من أي سوى كو وترامبوزه سينرك فورد حريو كأنرك مانا حتى من أمكو مهلم باري زازلا كون لكم معناكم نورة تحذرة أجل نزول ذكورة معنا فنيا واضحة معنا أوكو سوا كون معنا وابين كرشي زوتو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شيخ ونجينا معنا كلاه ممكن قدعا كفوا مبلوة ملسي بعد يأي قدعا مبلي جهدا تنكرا كفوا مسكولتا ممكن سمين بطاتا نوزيني وسمين بطاتا كو قوي منام كريتو ملسي ملسي وتتقول يا منام حكم يا وزير او من كويو نمنك كويو من الساي بلي طلاقه وكله توكا كان اشو رو منام مبجانا سؤالت انا كو هذا مسكم لا تنكو انكرا افهم بلي حقيقه لا يوني مجيد وصلوا مبجانا كو لله صلوا لما نمكسك حد إلا هو مكسيزة ستا شرعي تخفنياي ما هدامة لكم مشاهدي ما نمكي تكم لو يتري مشاهدي كوا يقول لسيري تحنا مجانا نكو إنكرا المنكر عليه ما أنا إلوك نتيرا فو منكر نتيرا فو تقول الصوة مجانا كما إنما تطر يموجيت والله بالله تالله وموجيت نخيبير كوا ويتم لا تمكو شفيت تيرا فو إنه يتزل الله يتوى نكاو نفقه ونكاين رب العالمين نما نامك أتكون رك تقوى تقصبوه ما نامك لكن يتوى أي تيير إيزة كل فقر فتلافو تيير إيزة كون رك كرافا تقول سوى ما نامك تلافو اشتمر الدلاية رفا كون رؤوخ لصيرة ما نامك تلافا وتقول ومانيوها تونا زوان الهاسة وهدى يتوى مولي منامكن أيوة روحه كوا منامك مبلوه يتمير الطلاق رني يمتان أنا إيفا منامك ترام شكبة ناي مبجانا نكو إنكيرا نكو دمسكم لطة حتى تشرفوا في السيرة كوا إنهم لطة أنا منامكن أيوة شر أم بلك ظاهر تم خصب منامك إلى دخترة ريو لكن أنا زون وهذا منامك أصلك بد بد شروه يتاه فكتاه سافرة كل لطة مبلوه مع دام أنا أيوة الطلاق عند آخر لكن هو رجعت بستينا نعفه مشاهدي حكومنا كحكومة مطرالي نعينا إيوة وقو بستاتو ميري طلق يطرات المريز مشاهدي تنحكو منامك كبد بد شروهي ناو كمجيتو حتى كم فكتمو لأوكم زميرا ناو منامك تانا لومو كمجيتو سامو جانا كو فكوا نافقي إقبون كل غلب زموجيتو زاكي مجانا وصلى الله وسلم شاكي سيد حكم التلاقة تقول أبجانا وش نشتنا ونقوى تشبلسي مكيدو بشتنا شمالا ممكن أيو
kana icho chaaye cheto mrasio muke marra wasel afu marra kasaw kashtana khaba umla se kashtana ghaiku batla khai talaq ayo wal nisa shara wallahi bele muke umla ta auto mo talaqa to mo ri radi illa ho ni muke tumtoshtana icho do talaqa yashtana khaiku takuonekana talaqa takuba isma mujana humla to mukewe huwa mlasire kaksani katika au mwanamke mtashtana uko mtiraka yashtana yo huturuka shuko wanazuone wakasasishize tiko ghadhabu mnewe shuko marhala hiyo hata hisizeha wana marhala hiyo shuko mtiraka haituruki lakini marhala hiyo nasula mashahidi ama chwani mujana tuye peke ni kwa domingo mele hayo minowi talaqa mundu tumiro kashtana mana huturuka mana gharib wana zuwa nota nolem na ilo mana illa ishfatika na mashahidi wan ruwavili wako kharibu ye uyu tazariko mirize afu yiko kondoka fata andira taki chonra ku mashahidi talaqa yashtana hondoka huturuka sallallahu alaihi wasallam shekhi talaqa wa fanya matezo sikiza na kuna tawaki katana khadatu chuma wa rukumara sikulu atawashku wa dalai tawanakhtara na wazere wanakingwa katikao mara kufanya masali mara wanakusudana kae na mke wanakinenda na amri yao wanakufanya kila kitu ala mabara bisa uchu aliko ada na koi na kudo jisio sio jisio mkewe namlato yenna iwo kahatiwa kwa msile kwa ile kwa mke mashaallah na kutafuta naye na koi na kumera zamani na kwa talaka zoka hizo tatu zingeza kabilowa ina kumera zamani na kuzo jisio zira kabilowa na chimana hapo na kilo wawe na kabilowa shekhe mka mla tamu kala kadro bistana ni kisai zina kupita wena kwa ambaye ndira ni jisi uona kutafuta na wake wao wa jisio ina kuzala wana na chimana baada wakti za kutuka na hali zina kulongwa na kumera kushandu hii ni jisai Bismillahirrahmanirrahim vele kazi ya talaka ni kazi ya qadhi Sheikh shakwa mujarrad suala towa mahine mwenye furisha mwenye kuondoka kureba zote masuli ni qadhi wa balad qadhi wa moyo ichiwa leo na iwo maana wazee ambao maakhiari ambao sheikh na iwo kwa mlasemukewe katalaka ntatu na ho ndoshere mrudilile kazi hiyo ni qadhi ni dawla ndiye huwa lawanganyo ichiwa maana ntatu sfurete na hakuna hono kurudilana qadhi ndiye takuondoka kwa nguvu wala wanganyo ama socho chingine cha lamu lingine ghadhabu za mujitu adamu takumutu polisha hukumu ya mujitu karkanti ni mujaradi mukarkazi wote zinakusomo o sheikh takuhamdi la ini haramu haisi kurudilowa wana warudirene sheikh khadir kondoka kwa wala wanganya na sulu maamuri kwa iko maamuri ya islamu lamna ilo ishtuluka kondoka kwa aina kwa wala wanganya umtrihabasa paka kwa warudiru zao wale seletoba kuli mfarukene menziwe hiyo ni kazi ya maamuri mojuto cheletera dobla islamu takfurisho ahkamu za islamu mojuto cheletera Shekhi kuingine na wazeri wakti yao kato ngala wanafanya masali tasawu kuingia katika majlisi ya maslaha mwambia mjana wena kiretu kanta fadi ii misa ii mkumuke oyu kwa kuwami na kula wangana iye na kutukula kwa ni maslaha na kuna mpa mjana amri kabu maskini na maambila wechi ene shikanta katika majlisi ii iwa kwa kuwami na mke oyu isa so mkeo tena wazere kama awaya wombe katika majlisi za khairati hawako wao katika mahala taalimu hawako na huwa saa chindo cha mujitu cha haifa ndio haramu wanafanya wala halal wala kera kula wanga na watu na kuambiani wazee kama wana kumini katika shekhi zinakutuko soko kwa chindo cha amina na kambio chindo kwa kuachi kwa khariji chindo chinakutuko cha amina kwa ni chindo cha hapa cha wako insha Allah wazee kama aya na kuambiani wallahi isma mtu takuwa sababu kwa sanya watu kwa haramu wewe mzee fanyeni za sulhi mujuda de wasulhu khairun sulhi hayati chintu wewe wali kwa sanya ka haramu wala kwa la nganya ka haramu ichiwa sulhi yore wazee wantu awa wanakusula na ka halali wewe ndeshe wala wanganya izati te pesa ambo wantu awa wala wangene ka haramu isa nasula kwa sanya ka haramu oyo mzee ombe na iwe karke islamu batamu natare bishara Uislamu ve bayo karka khalqira kaksana kun kira aya Qur'an wajada wasulhu khairun wena wena ku wada wasulhu sharrun khairu mitaku wala wanganya sulhi suwa sura khairu aw fitta wanawe wende lidina Qur'an na mujitu ba mujitu na yasira wana rabbul alamin au kaziyao Sheikh Mutu shiki zamani yemziba ku fikri la fikri lo manamke na mke wae na fikri lo ni manamke ajnabi
ama mtu ya uko ila mkewe na kufanya jimai mkewe uko tunaye lakini fikraze uko na mke ajnabi hukumu ya mtu huyu mjisai na mzali ya ina kishikizo hii mjisai ya kandra mke na mjana rere masku na fikiri la mke mbali yani ajnabi ya pili mke mbu huu nakula na mbliwe na mkula na mkewe wa halali ya mkewe wa halali lakini ya nakula unae karka inzali limani ya umma ya chitaji chukuma na mke mbali wa ajnabi hukumu ya mtu huyu ni jisaji Bismillahirrahmanirrahim bele inzali limani ya mtu kishki zamani ya kamkono ya shara mbele bele yodhati ya bene haram na isa na kwa chua wa kwa wina kishki zuma na mke mbali wa wame nungu kakuchitani kuwawe na mkusudira kuwawe maana na kumangana na ayu mpaka ajila maaya na khilile amoshi keje yawe hadiro wa mukeo wa halali uko iluke na kumangana na ayu na hawe uko manamu kimbali wawe mashikiro kusawero isa afadhihinini kako fikirini kako tile kuwawe na kumangana na manamu ke oyo uyu kukharibu tamu baka kwa chisini bewa nazuona wa khalifene baala wa nazuona dini haramu baru sawalia wa sabatakuwa ni zina لكن راجح قول راجح وفق حديثه متومي صلى الله عليه وسلم متومي هديه امتي وان رشيزا شين تو تشاو فني وكولي ولا شين تو تشاو فني وكقسمو نا شين تو تشاو معنا ونحكو دنا قلبي حديث النفس نحكو دنا نفسي انت حسن في كل وقت كل مين مو تو كيوا ينحكو دنا نفسيته متومي دي اوفيشيليزا يسا يكظن يوم جيت ما دام اين نفسيته تنكون ركح كودا ni hadithu nafsi tunakubasharatana na mbasharisha nafsi yetu na mbasharisho sitashuko iko lomo lakini ije ya aina kuondoka na kishikizo manika mkono hiyo dhambi kama jitu nao hiyo insha Allah taala insha Allah tafadhali Hadrat Nabi Muhammad.